ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب وتعملوا لي فولو على الانستا. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس او في اول تعليق مثبته. بس كده يا جماعه، بعد اذنكم تعملوا اللايك وسبسكرايب عشان ده بيدعمني جدا ويحفزني. واللي ما يعرفنيش، انا اسراء احمد، ميك اب ارتست من اسكندريه. لاول مره بتشوفوني اعملوا لايك وسبسكرايب بعد اذنكم، لاني بتعب في الفيديوهات جدا، بشوف ناس بتتفرج على الفيديوهات ما تعمليش لايك ولا سبسكرايب. يا ريت بعد اذنكم تعملوا لايك وسبسكرايب، ده هيدعمني جدا ويحفزني ان اعمل فيديوهات ثانيه جديده. ولو بتستفادي ما تستخسريش، بالله عليكي يعني. بس كده اول حاجه انا استخدمتها، هنستخدم مع بعض النهارده، مش هستخدم فاونديشن، انا هستخدم كونسيلر. بس هاخد الكونسيلر دوت وهحطه على تحت العين، واحطه في الاماكن اللي هي بتبقى الغامقه في الوش او الكلام ده، وعايزه انورها فبحطها في حبايه مضايقاني كنت بشاور عليها. ما علينا، المهم بحط الكونسيلر في الاماكن اللي انا عايزه انورها، وبعد كده بمشي ايه على خفيف كده، بمشي على الاطراف، واللي باقي في الفرشه بمشي بيه على بشرتي كلها. فاهمين؟ زي ما انتم شايفين كده انا بعمل ايه، يعني بحاول ادمج على بخفة يد يعني كده على الاخر، وبعدين برضو على القورة. وعلى فكرة يا جماعة، مش شرط برضو تهتموا بالقورة قوي، يعني عشان ده انتوا شايفين كده مش مهتمة بيها. يعني اهم حاجة تهتموا بالتحت العين والاماكن الغامقة في الوش بس. يعني القورة مثلا بتبقى يعني حتى لو غامقه مش بتفرق قوي، فاهمين؟ ممكن تحطوا حاجه خفيفه كده، هنت خفيف من الاسبونج نفسها، وبعد كده تحطوا لوس باودر على يعني عليها، او ممكن تحطوا لوس باودر على طول، مش شرط تحطوا فاونديشن او كونسيلر عشان ما تبقاش يعني طبقه تقيله في قورتك وكده، فاهميني؟ بس كده هحط كمان روش كده مدي على موف. الروش ده اللي انا بحطه على اساس ان هو ايه، بعد كده هيبقى هيقلب بينك، وكمان لما انا بحط بدمجه بالاسبونج بيندمج بكل سهوله، وبيبقى بص اللون حلو ازاي وجميل، يبقى لون كيوت كده وحلو. انا بحب الدرجه دي قوي. وعايزه اقول لك يا جماعه، انا مش بقول لحد ان هو يحط ميك اب وهو خارج، عشان انا بخلي مسؤوليتي من الموضوع ده، عشان محدش يعني ايه ما اشيلش ذنب حد. انا بقى كفايه ان انا اشيل ذنب نفسي، انا يعني احط ميك اب احطه مثلا في الفيديو عشان انا دي موهبه عندي، ولكن انا ما بقولش لحد ينزل بيه، ولا بقول لحد يحط اي ميك اب اصلا. ماشي؟ عايزين تحطوا حطوا في البيت، انا بعمله وانتوا تحطوه في البيت بقى براحتكم، بس في الشارع والكلام ده لا، ماليش دعوه. حطوا حطيت الكونتور برضو بطريقه الاسبونج دي، وحطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكلها حلو جدا، احلى كمان من انك تحطي بالفرشة وتدمجي. بدمج تحت العين بصبعي عشان ما اشيلش الكفر، وبحط اللوز باودر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين عشان خاطر يفتح لي تحت عينيا، عشان طبعا انا مش حاطه فاونديشن ومش متقله في الكونسيلر والكلام ده كله، فانا بالتالي بحط لوز باودر شويه حلوين عشان يفتح لي المنطقه دي. ماشي؟ ما تخافوش يعني، حطه في الاول يعني حطه على خفيف، بعد كده تقله، حطه بقى ايه شويه حلوين كده كبيكنج عشان خاطر كمان الاي شادو. زي ما انتم شايفين كده انا طلعت على فوق كده، وكنت متضايقه الصراحه ان انا طلعت على فوق، ما خدتش بالي عشان انا يعني لما باجي اصور وكده المرايه بتبقى قدامي تقرفني، وانا كمان بصور في مرايه التليفون، فاعذروني يعني ما بقاش شايفه قوي. وبس كده بحط بدمج طبعا اللوز باودر، بحطه على كل اماكن بشرتي على خفيف جدا، بزود بس اللي ايه كبيكنج بس على ايه تحت العين وعند ايه عظمه الفك عشان ابرز عظمه الفك بتاعتي. وهاخد بقى درجه البالت بتاعت مايت سينما دي، البالت دي يعني ايه، هي دي احسن بالت تقريبا مايت سينما طلعتها، حتى بعد ما طلعت الحاجات الجديده ما كانتش حلوه خالص. البالتات بتاعتها بتبقى واقفه كده وما بتتحركش، ولما تحطي اللون ما بيتحركش. درجه البالت دي حلوه، الوانها حلوه، بس البالت دي مش تعرفوا تجيبوها لان هي كانت كنت جايباها من زمان، ممكن تلاقوا منها الاصدار الجديد. بس ما اعرفش هتبقى حلوه ولا لا الصراحه، لان يعني مايت سينما بقت ايه حاجاتها مش قد كده زي الاول، ما حسها كده الصراحه، فما بقتش اجيب حاجات كمان زي الاول، وحاجاتهم غليت وكده، ومطلعين فرش جديده، الفرش غاليه، فرش 650 جنيه 18 فرشه، مش عارفه فرش غاليه على ايه يعني الصراحه. بس يعني دي براند مصريه او يعني مكانتش موجوده في مصر في يوم من الايام. خدت درجه سيمون حطيتها على الجفن الثابت، وبعدين خدت درجه اورنج حطيته تحت اللون ده،
بس كده، وبتدمجوه بكل سهولة جدا. بس يعني بطلعه على بره شوية، اسهل من اللوكات اللي انا بعملها لكم. مفيش، هاخد بقى درجة كده فاتحة واحطها مع اللون البينك ده، ادمج بيها الالوان من فوق عشان تبقى ايه مدموجة وشكلها حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هاخد الدرجة اللي هي على بني واحطها في طرف العين، بني غامق كده، واحطها في طرف العين كده وادمجها، اطلعها على بره شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبس هفضل ادمجها كده بنفس الفرشه. يا جماعه انا ما استخدمتش اي فرشه تانية، انا بمسح لكم في ايديا عشان انا مكسله اجيب الصراحه المنديل، بس انتوا مسحوا في منديل وانتوا جنبكم منديل، وانا اصلا كل شويه اروح واجي اروح واجي اجيب في الحاجه، عشان بس زهقت كل شويه اروح ادور واعمل، بزهق. الفيديو اصلا بياخد معايا 3 ساعات من التصوير ولا حاجه، غير ان انا بقعد اصور صور وبتاع واظبطها واعمل مونتاج، بياخد معايا وقت الفيديو. واخدت لون اسود وحطيته في الاطراف كده. يا جماعه بعد اذنكم دعموني باللايك وسبسكرايب، انا بتعب في الفيديو ما بلاقيش ثمر التعبي، لان انا بقالي 4 سنين في اليوتيوب وبحاول وبعافر ومفيش اي فايده بجد. انا عايزه يعني اوصل شويه، لان انا تعبت بصراحه في الفيديوهات بتاعتي، يعني مفيش فايده، ما بوصلش لاي حاجه ولا مشاهدات ولا اي حاجه، حتى عدد الساعات عمال يقل ما بيزيدش خالص، مش عارفه ليه يعني. مهم خدت لون شمر كده على بينك شوية برضو من نفس البلد. الشمر بتاع القديمة مش احسن حاجة في الدنيا ومش حلو خالص يعني، بس هما علينا هو شغال يعني، يعتبر كويس بيدي لون. والجليتر اللي فيه يعني هنت بسيط جدا من الجليتر، بس ان انت تحطيه كده بيدي داي كده خفيف. وهاخد لون بني هدمج الاطراف بيه كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان شكلي يا جماعه في الحياه تحفه اكتر من الفيديو نفسه، يعني التصوير بيبقى ظالم من الفيديوهات بتاعه الميك اب بتاعي للاسف. خدت لون كده وبحطه من يعني نفس اللون اللي حطيته في الاول خالص، حطيته تحت العين كده وبدمجه بنفس الفرشه، ما غيرتش اي فرشه، عشان ان شاء الله هكتب في العنوان هكتب ميك اب بفرشه واحده عشان ما حدش بس يكذبني. بس وحطيت نفس الايه الالوان تحت كده. عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا ممكن تحطوا اللون الشمر ده بصابعكم، وبرده اللون الغامق ده بصابعكم، بس انا حبيت ان هو يبقى محدود اكتر. بس هو بس انتوا ممكن ما تحطوش اصلا اللون الاسود او البني ده اللي انا بحطه بالفرشه دي لو انتوا ما عندكوش الفرشه دي، بس ما اعتقدش ان البنات كلها يعني ما عندهاش فرشه. لا فرش اكيد، اقصى بنت دلوقتي يعني لو بنت في جامعه اكيد عندها فرش يعني فاهميني. خدت اللون باليت اللون الاسود من الباليت برضو، اللون الاسود شادو كده، وحطيته على طرف العين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدمجه كده على فوق على خفيف كده، ان انا بعمل له ايه شكل يعني كده زي ما انتوا شايفين. بس وخدت بقى ايه الالوان دي، كنت محتارة اختار ايه مش عارفة، فاخترت في الاخر اللون الجليتر على فضي كده، بحب الفضي جدا يا جماعة في الميك اب. بص حطيته بالشكل ده، ما حطيتش الجليتر في العين كلها، لا حطيت في حتة معينة بس كده بالشكل ده، وحطيت عند مدمع العين برضو، و احط بقى ايه هحدد الشادو هحدده بالابيض بتاع ميه سينما ده. هو الابيض ده ملوش استخدامه غير كده بصراحه، لان الابيض ده بيثبت بطريقه مش طبيعيه، حتى انا حاولت ادمجه بالفرشه عشان يبقى مدموج ما يبقاش قوي كده اللون الابيض، وفي فرق كبير بين الشادو والابيض ده. بعدين حطيت الماسكارا، ماسكارا بتاعت ميبلين، وعشان خاطر طبعا البودر والفاونديشن البودر والكونسيلر جم على رموشي فضيعوها، فلازم نحط ايه ماسكارا. خلي بالكو انا كل ده عامله الميك اب ده بكونسيلر مش عاملاه بفاونديشن، فانت لو عايز تكتفي بالميك اب بفاونديشن اعملي ميك اب بفاونديشن، عايز تعملي الميك اب بكونسيلر اعمليه بكونسيلر. حطيت كحل ابيض جوه العين
واخدت الرموش ركبتها وعملت وينج وينج كده عند اول العين مدمع، وحطيت كونتور كونتور كده من البلد، وبحطه بصابع الكونتور بتاع النوز. انا مناخيري طويلة فانا مش عايز اطولها اكتر، فانا مش هحط كونتور بالطول، يعتبر طويلة، فانا يعني هي مناخيري معتدلة ويعني عادية، بس انا بحب الكونتور بتاعها مؤخرا يبقى كده. الاول انا كنت بحطها بالطول بحسها طويلة وطولت كده، بس انا يعني بحب درجة الكونتور دي فيا، طريقة الكونتور دي فيا، لان هي بقت بتدي شكل كيوت كده. انا بحط هايلايتر، هايلايتر من اي باليت عندك، مش شرط مايت سينر، مش شرط بريتي وومن، اي باليت عندك فيها هايلايتر حطي، اي ميك اب عندك حطي منه، يعني مش لازم تجيبي ميك اب جديد، بس اعملي الميك اب في البيت اهم حاجة، ما تعملوش في الشارع وانت نازلة، عشان انا بخلي مسؤوليتي من الموضوع ده. بحط روج على شفايفي بوردو من لون كده على بينك، لون حلو كده، بس مش عارفة ليه مدي على بينك غامق كده. مهم، ما فينا زبطت الإضاءة شوية فقلت أوريلكوا. بس كده دي كان الفيديو بتاعنا، يارب يكون عجبكوا، متنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب لو استفدتي، اعمليلي سبسكرايب واعملي لايك واعمليلي كومنت حلو برأيك، وهستنى منك الكومنت يا قمر، وقوليلي على أي لوك انت عايزة. وبس كده اشوفكوا في فيديو جديد على خير، مع السلامة.